صباح الخير، انا هشام ابن كابتن ابراهيم. احب الاول حاجه ابارك له على البطوله والكذا بطوله اللي خدها، 3 بطولات، وهارد لك في بطوله افريقيا ان شاء الله يعوض السنه الجايه والسنين الجايه. والله طبعا انا يعني مش هقدر طبعا اوفي حقه في 2 دقيقة، وشهادتي اكيد مجروحه عشان انا ابنه، بس هو ربنا يكرمه وفعلا دايما بيعمل نتائج حلوة مع أي حد ومع أي نادي، ومهما كان الفريق ده وحش بيطلع نجوم، وياما طلع نجوم وعمل ناس. ف شهادتي مجروحة، بس ده بشهادة الناس كلها. يعني هو أحسن طبعا مدرب في الوطن العربي، وربنا يوفقه يا رب وربنا يكرمه يعني إن شاء الله. ومش هقدر طبعا أتكلم عليه في 2 دقيقة، يعني ألخص كل السنين اللي فاتت دي. بس بابا دايما يعني كأولاده في ظهرنا دايما وما بيضايقناش، بس هو حازم وصاحب قرار ما بيرجعش في قراره، وكده كده هو اللي بيقوله يعني هو ايه اللي هيمشي وهو يطلع الصح ان شاء الله. فالف مبروك يا بابا وربنا يكرمك ويخليك لينا، وانا عارف انت تعبت مع النادي وكان نفسك طبعا تاخد البطوله الاخيره دي، بس الحمد لله وهارد لك، وان شاء الله تتعوض الفتره الجايه، ومين عارف ان شاء الله خير ودايما الافضل ان شاء الله. يا هشام، انت بتقول شهادتك مجروحه مش مع باباك، وبعد كده الراجل حقق لكم انجاز، بس بعد ما يقول لك كلمه انا عاوز اساله سؤال اشوف رد فعله فعلكم ايه في كلامه. هو ديكتاتوري في البيت ولا صاحب القرارات ولا مين يعني بالظبط؟ هتقول ايه لهشام؟ هشام طبعا ابني الكبير و ربنا يخليه لك، الله يكرمه. وهو يعني من اللعيبه اللي لعب الكوره طايره، و ده بالامر بالامر مش مزاجه. دكتوريه، ما انت دكتاتور بقى، ما جبناش حاجه من بره. لا 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 لا، وقدر يوصل لمستوى كويس، وحصل حروب عليه عشان انا بغيب فخر الدين، وانا ما اتدخلتش في الموضوع ده بصراحه. يعني ما عملش سبورت لي بالبطل او بالحق. فعلا اتضرر في مستقبله في اللعبه دي بسبب اسمي. ده في النادي الاهلي ولا بره؟ الاهلي وبره. الاهلي وبره.